شباب من سراقب وحدتهم الثورة وحركت إبداعاتهم لابتكار ما هو جديد دائما في ثورتهم. مع براءة الأطفال شكلوا لوحة فنية رائعة بإمكانيات بسيطة تحمل مسمى لجنة تنظيم الحراك السلمي للحفاظ على سلمية الثورة وضخ الدم فيها من جديد. تم تشكيل هذه اللجنة لتفعيل دور الحراك السلمي والتأكيد على أنه السلاح الأقوى، وأيضا أكد للعالم أجمع أن نصرنا بسلميتنا إن شاء الله. في ساحة الحرية التي لطالما هتفت أصواتهم فيها حضر الإبداع على شكل لوحات مسرحية تجسد شهداء الثورة وروحها التي لا تموت. أطفال سراقب رغم صغر أعمارهم إلا أنهم نافسوا الكبار. نحن الأطفال وهذا أقل شيء ممكن أن نقدمه للوطن وللثورة. العمل هو رسالة أطفال العالم لعكس الصورة الحقيقية عن الوضع في سوريا الحبيبة. العمل حظي بمتابعة ومباركة شعبية في سراقب الثورة. الدعم المادي ذاتي من الشباب أنفسهم والأفكار من وحي الثورة والمسرح ببساطته الشعبية، إلا أنه بات إرثا ثوريا سيحكي عن سراقب يوما بأن أطفالها وشبابها دخلوا مجال التمثيل الحي بتراجيديا واقعية ومن دون تعقيدات الفن وممثليه.